مساكم الله بالخير. اليوم حلقتنا خفيفة يعني فاضية كما مخبز زوج بعد ما تخرف حرمته يعني. خلنا نخرج شوية عن رياضتنا المحلية ومشاكلها للتغث، واليوم نروح بعيد على الأقل نريح، ولو يوم وحدة تعب تلعي وتقمقم المشاكل وهموم الرياضة اللي معنا. نشف حلقي لاحقين باكر إن شاء الله، باكر ما نرجع لرياضتنا ما بطير ومشاكلها مستمرة. اليوم نروح صوب الكرة الأوروبية ونهائي دوري الأبطال. لو أنه يعني ضارب لنا غم من تتويج الريال، ما عشان أني برشلوني لكن لأني يوفنتيني، شجع يوفنتوس حتى النخر. طبعاً أحس أنه فيني عرق إيطالي أحياناً، أحس أني من مواليد تورينو. تخيل أني أنا من هناك. طبعاً أنا ما قال رحت إيطاليا، وأتمنى أني أروح إيطاليا لأنه عشقي لليوفي أبدي، وعشقي أيضاً للطليان لا حدود له. أكثر شيء عجبني في نهائي دوري أبطال أوروبا حفل التتويج بصراحة، أنتك وتنظيم على كيف كيفك. وقاك هذا ما أعرف راموس ولا من اسمه مشى بالكاس وركب على المنصة. طبعا كل هذا وحده، ما 60 واحد راكضين وراه، وحده الرجال كان ماشي. حتى ما شفنا ما أعرف من اسمه بدأ بيريز ولا من يضارب عشان الكاس، يريد يشله بإيده مثلا أو يريد يشله بدل راموس، على أساس أنه هو راعي الكاش يعني، هو اللي يدفع للنادي. المهم راموس طلع المنصة، وقف وسط ربعه ورفع الكاس. بصراحة يعني لقطة جميلة، طلعت تحفة، أقصد التتويج، شعائر التتويج أقصد. الناس حصلت فرصة تأخذ صورة للبطل. تعال نشوف عند ربعنا كيف كان التتويج. نبدأ تتويج الظفار ببطولة الدوري، نشوف أحسن تتويجهم ولا تتويجنا. وصلت العاشرة إلى بيت الزعيم، وصلت العاشرة الآن، سجلوا هذا المشهد، دونوا هذا المشهد، سجلوا هذه اللحظات التاريخية. تاريخ الذهب ذهب إلى فريق الذهب، تاريخ الذهب تقريبا يعني نفس الشيء، هو ما شيء فرق. انتوا شفتوا طبعا فرق؟ انا ما شفت، اذا انتوا شايفين انا ما شفت فرق. نفس اللي سواه راموس، جا كابتن ظفار وحده ورفع الكاس. الفرق الوحيد انه ريال مدريد كان كله على المنصة لحظة رفع الكاس، وفريق ظفار ما اعرف يعني ما اعرف هو كان تحت المنصة او انه المنصة محفور لحفرة وكانت تحت الارض، ما اعرف صراحة يعني. بس فرق بسيط يعني، ما لازم تجلس تنبش ورا تفاصيل صغيرة وتنتقد. خلونا نشوف تتويج السويق بطل الكاس. يا من تشاهدون وتتابعون قناة عمان الرياضية، راح تكون في سهرة احتفائية بالبطل نادي السويق، وبالتالي سوف نستمر حتى لأصفر الباطنة هذا النجاح الذي يستمر ويؤكد رقمه الكبير. كلما وصل إلى المباراة النهائية للكأس الغالية، كلما توج بالكأس، فعلها في المرة الأولى عام 2008 على حساب اللحظة بهدف نظيف، في 2013 على اللحظة أيضا بهدفين نظيفين، والآن في 2017 على حساب ظفار بهدفين نظيفين. مبروك لأصفر الباطنة هذا النجاح. نترككم مع هذه الأفراح ومع هذه الاحتفالية لأنها من جديد. يا ربي نفس الشيء مرة ذا يا أخي، توقيف ذاك بالضبط يعني نسخة طبق الأصل، بس مرة شيء فرق صغير كذا صغير يعني، إنه ذيك الشرايط اللي نفخوها وقت رفع الكاس نفخوها مرة فوق ورجع نفخوها مرة تحت، ما 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 أعرف كيف ذاك يعني. هذا النجاح نترككم مع هذه الأفراح ومع هذه الاحتفالية لأنها بالله عليكم بالله عليكم ما نفس الشيء نفس الشيء. وبعد احنا معنا دق مديمة وكاسر في المدرجات، دوري ابطال ما اوروبا ما عندهم، ما عندهم مثلا واحد بس ذيك او تملك، ما هذا الشيء ما موجوده معهم. بس خلونا من هذا كله يعني، صح انه التتويج والتنظيم على المنصه كان رهيب في نهائي دوري الابطال، بس شوفوا الخبصه اللي صارت بعد رفع الكاس.
يعني بعد التتويج راح التنظيم وحركات الاتيكيت ما اتيكيت كلها في صوب وانقلب الملعب تقول هبطة عيد. الصحفيين والإعلاميين ضيعوا كل شيء، يركضوا شرق وغرب شمال جنوب ورا اللعيبة، حتى اللعيبة ما عرفوا يحتفلوا مع جمهورهم، الملعب كله ترس. عيد الشر، تمود الهفسة، متفلتين كذاك لا صاد ولا راد، ضيعوا أم الاحتفالية. إحنا على هفستنا بعدنا أرحم، ما شفنا الصحفيين والإعلاميين كذاك. صح إحنا رأس مالنا كم صحفي يعني اللي رايحين يغطيوا، أصلاً إذا جلست تدورهم كم ما تحصلهم يعني، لكن على الأقل ما صار كذاك معنا. لكن جمهور ما طبيعي اللي تابع المباراة هنا في السلطنة حقيقة. لما كانت ليلة المباراة الشوارع صخة ماشي هجس، اختفت الزحمة من الشوارع. ذيك الليلة كانت فرصة حال الحريم، فرصة حال يخرجن يتشرين حال العيد وياخذن راحتهن من الزحمة. حتى المقاهي فل قبل ساعتين من المباراة. طبعا كانوا الناس من قسمين لقسمين، قسم يشجع ريال مدريد وقسم يشجع يوفنتوس، ومنهم مشجعين ما نقول برشلونة بس حتى بعض الأندية الثانية تحب يوفنتوس، ما شرط يعني قاعد تشجع عشان إنه بس ريال مدريد، يحبوا يوفنتوس عادي. حتى الأندية الإيطالية اللي شجع ميلان واللي شجع الإنتر واللي شجع حتى نابولي واللي شجع فيورنتينا بعدهم يشجع اليوفي لأنهم طليان. ما لازم نخلط ونقول كلهم برشلونيين يعني. مباراة من اليوفي وريال مدريد، شي عندي عمانية مشاركة؟ لا لا والله ماشي والله محايد ما شجع حد. قاعد اشوف مباراه نهائي تشامبيون وما شجع حد. شجع حد ما برشلونه احنا ان شاء الله اليوفي. يعني تشجع اليوفي ما نشجع ريال مدريد. والله فريقين يعني عريقين، وهذا الفريقين يعني عندهم جمهور كبير. يعني هذيلا كلهم رياليين؟ لا، في ريال وفي يوفنتوس. والله انا جاي اشوف اللعب الطيب. انا برشلوني. من وين تاخذ؟ انا من هنا من الموالح. من المغرب؟ من الموالح. المغرب مدخل المغرب. خلاص بنحترم مراسلينا، ما بضحك عليهم. ساد ذاك المراسل شال علينا يعني، ما بغى يطلع او انه زعلان مع نفسه، بس بيرجع ان شاء الله. اعرف يحب الظهور هو يعني. اليوم خلاص، اليوم الماتش النهائي، قاعد اتابع ريال مدريد لان محبين من ريال مدريد. ان شاء الله الريال اليوم بيفوز. ما اظن شكله كنت كل التاكيد ان شاء الله 2-1 ريال مدريد. 2-1 توقع في محله يعني، لكن ما اعرف، اشوفهم حفروا الملعب، حفرهم الشوط الثاني يعني، وضاربين منشطات. ليش الأندية العمانية ما مشاركه في الشامبيون؟ من الأندية العمانية؟ والله كمان انت عارف وحدك والله. انت من يشاركوا ابطال اسيا؟ كيف حالك شيخ، شو اخبارك؟ الحمد لله، كيفكم؟ رمضان كريم. يا الحمد لله الامور طيبه يا شيخ. خير. يقول لك رمضان كريم ترد الحمد لله الامور طيبه، يعني لازم تطلع يعني البرنامج، اسم البرنامج يعني. مالك؟ والله اليوم علشان اليوم علشان الشباب ريال، لكن قلبي من زمان لليوفي لان انا برشلوني. اوكي، الحب اليوم طلع بس. ايوه اليوم طلع بس. وطبعا ليش طلع اليوم؟ على اساس صديقي ابو محمد ما موجود اليوم هنا، بس طبعا انا اشجع الريال اليوم علشان هو يفرح. ريال مدريد ويوفنتوس. وين هذه المباراه؟ وين صايره؟ والله ما تحضرني بالضبط. والله ريال مدريد يوفنتوس. وين يلعبوا؟ والله ما ادري، اي مكان. في استاد السيب. أصلاً الملعب ينعرف إنه استاد السيب. مالك؟ مالي شغل بالكورة بس مع الشباب. أنا أعرفهم هذا أصلاً، ما إلهم يعني بالكورة، تحصلهم في المباريات جايين بس يغايروا ربعهم بس كذا، يستمتعوا يرفعوا الضغط، ضغط الأوادم يعني. أقولكم يسدكم اليوم كذاك، لأن أنا بصراحة مرتفع ضغطي من هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة ما في بارضة قدمها، ما أعرف أمو سويينها يعني، لأن الظاهر أن المعدين مع الحلقة وغيرهم شكلهم واجد يشجعوا الريال، وباين يقهروني لأن أشجع اليوفي، لكن أنا ما أنكر. وطبعا ألف مبروك ريال مدريد بالفوز،
وهارد لك لليوفي. يعني هذا يعني أربع يلعب أربعة مدافعين طول الموسم، يجيك يلعب لك قدام ريال مدريد ثلاثة مدافعين، ليش؟ ليش يا أليجري؟ ليش؟ يعني بس عشان ريال ملعوبة هي المباراة ويش؟ ما فهمت، ما عارف ما أقول. المهم يلا نتلاقى إن شاء الله.